يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقوم أحد أقاربي وهو تاجر بإعطائي مبلغا من المال في شهر رمضان ويغلب على يقوم أحد أقاربي وهو تاجر بإعطائي مبلغا من المال في شهر رمضان ويغلب على ظني أنه يعطيني من مال الزكاة، وأنا والحمد لله قد توفقت في عمل طيب وأتقاضى راتبا يكفيني، وخروجا من الحرج أقوم بأخذ المال منه وإعطائه للفقراء بعد ذلك، فهل عملي هذا صحيح؟ لا، ما هو صحيح إلا إذا أشعرته، إذا أشعرته قلت أنا ما أنا محتاج لكن تبيني أعطيها للفقراء توكلني وكلك، لا بس ما أنك تأخذها على أنها لك ثم تقول أنا أعطيها للفقراء، لا. نعم.